بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ المساعد دكتور عبد الباسط جاسم محمد، تدريسي كلية القانون العلوم السياسية قسم القانون، مادة المرافعات والإثبات والمحاماة. أرحب بالطلبة الأعزاء أجمل ترحيب، ويخصص درسنا اليوم إلى الاختصاص النوعي لمحكمة الأحوال الشخصية في النظام القضائي بالعراق. اختصاص النوع لمحكمة الأحوال الشخصية استنادا للمادة 300، أخواني الكرام، القانون المرافعات المدنية نظم الإجراءات الشكلية للقوانين الموضوعية في الجانب المدني، لأن قانون الأصول الجزائية نظم الإجراءات الشكلية في القوانين العقابية بالعراق. فعندنا مجموعتين، مجموعة عقابية ومجموعة مدنية. قانون المرافعات المدنية يختص بالمجموعة المدنية وليس بالقوانين العقابية التي يختص بها قانون الأحوال أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. من الاختصاص النوعي، إخواني، قبل أن ندخل للاختصاص النوعي يجب أن يعرف طالب قسم القانون بالنسبة للمرافعات المدنية، يعرف أن الاختصاصات في القانون العراقي 4، في حين أن الاختصاصات في الفقه الإسلامي 5. الاختصاص القضائي نقصد به الاختصاص القضائي بالنسبة لقانون المرافعات المدنية في القوانين الوضعية، يقسم إلى الاختصاص القضائي الدولي كما عرفتم سابقا، واللي نصت عليه المادتين 14 و15 من القانون المدني العراقي. حددت المادة 14 من القانون المدني اختصاص القضاء العراقي بنظر المنازعات التي يكون العراقي طرفا فيها، متى يكون القضاء العراقي صاحب سلطة على العراقي في نظر دعاويه. حددها القانون بالمادة 14 المدني وليس المرافعات. في المادة 15 حدد متى يقاضى الأجنبي أمام القضاء العراقي. وتعرفون حضراتكم أن قانون الجنسية الجديد لسنة 2006 حدد العراقي بقوله كل من يحمل الجنسية العراقية، وبمفهوم المخالفة اللي هو أحد المصادر التي يسترشد بها الفقه القانوني الوضعي. من هو الأجنبي بمفهوم المخالفة للنص السابق؟ هو كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية. ف 14 و15 من القانون المدني العراقي حددت الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقيه. ليش اخواني نقول الاختصاص القضائي الدولي؟ معناتها العلاقه القانونيه المدنيه للجزائيه التي فيها عنصر اجنبي، فيها عنصر اجنبي في اطرافها، فيها عنصر اجنبي في تنفيذها، فيها عنصر اجنبي في شكليه ابرام عقدها. اي عنصر اجنبي يتخلل العلاقه القانونيه ندخل امامه، او نكون امام احد او اهم الاختصاصات القضائيه في قانون المرافعات المدنيه، وهو الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقيه. فان خلا النزاع او خلت العلاقه القانونيه من اي عنصر اجنبي، سواء في أطرافها كما قلنا أو في تنفيذها أو في طريقة إبرامها، إن خلت من العنصر الأجنبي يعني علاقة وطنية بحتة، نتجاوز الاختصاص الدولي، لأن نقول هذه علاقة ليس فيها طرف أجنبي، علاقة وطنية بحتة. ندخل مباشرة إلى قواعد الاختصاص الوطني الثلاثة اللي هي واحد منها وأولها وأهمها الاختصاص النوعي، لأن نتكلم عن جزء منه اللي هو اختصاص نوعي لمحاكم الأحوال الشخصية. بعد أن ندخل إلى أن وصلنا إلى أن العلاقة القانونية ليس فيها طرف أجنبي، دخلنا إلى قواعد الاختصاص الوطني، أولها الاختصاص النوعي الذي يعتمد على نوع الدعوة، ونسميه أحيانا الاختصاص القيمي أو القيمي استنادا إلى قيمة الدعوة، لأن القانون حدد أنواع معينة تنظرها بعض المحاكم وحدد قيم معينة تنظرها أنواع أخرى من المحاكم. فنتجاوز بعد أن نحدد المحكمة المختصة نوعيا، نتجاوز إلى المحكمة المختصة مكانيا. قبل أن نخوض في النوعي والمكاني، هنالك اختصاص يسمى السيادي. إخواني، مو قلنا بالبداية ندخل إلى ننظر إلى النزاع أو العلاقة القانونية فيما إذا كان فيها طرف أجنبي فنعمل قواعد الاختصاص القضاء الدولي للمحاكم العراقية المنصوص عليها في المادتين 14 و15؟ لما وصلنا إلى نتيجة أن هذه العلاقة وطنية بحتة، دائنين عراقيي الجنسية عن دين عراقي داخل العراق، أبرم ونفذ داخل العراق، علاقة وطنية بحتة بكل أجزائها. نتجاوز قواعد الاختصاص الدولي وندخل إلى قواعد الاختصاص الداخلي. قواعد الاختصاص الداخلي أول ما ننظر بها قواعد الاختصاص السيادي، بمعنى هل أن هذه العلاقة الوطنية البحتة بكل أجزائها
تمس سيادة البلد أو لا تمس سيادته. فإذا قلنا أنها لا تمس سيادة البلد، يعني إخواني شنو تمس سيادة البلد؟ يعني هذه العلاقة هل أنها تمس العلاقات السيادية للدولة، سواء كانت الدولة طرفا فيها أو كانت دولة أجنبية أخرى طرفا فيها. الدولة طرف فيها عندما تتصرف الإدارة كأنها شخص من أشخاص القانون وليست سلطة حكم. فإذا تصرفت الدولة كسلطة حكم، مثل الدولة تحرك القطاعات العسكرية من مكان إلى مكان حتى وإن حدث عنها ضرر بالأفراد، المحاكم تمتنع عن سماع هذه الدعوة. لماذا؟ لأن المحاكم ممنوعة من سماع المسائل المتعلقة بالسيادة، تخص كيان البلد، وجود البلد من الأساس. فلا ينظر القانون إلى قيمة المصلحة الخاصة الصغيرة قياسا بالمصلحة العامة الكبيرة لكل البلد. فإن لم يكن الموضوع يتعلق بسيادة الدولة، طبعا تعرفون حضراتكم كما أخذنا أنها تتعلق بسيادة الدولة فيما إذا كانت الدولة طرف فيها من أشخاص القانون، كشخص من أشخاص القانون وليس كسلطة حكم مثل ما قلنا، أو عندما يتعلق الأمر بالمؤمثلين الدبلوماسيين اللي هم طرف أجنبي، نتعامل معهم وفق مبدأ المعاملة بالمثل، نحترم ممثليهم الدبلوماسيين لكي يحترموا ممثلين الدبلوماسيين، مبادئ دولية معروفة. أو أن القوانين تنص على المنع القانوني للمحاكم من سماع دعاوى معينة، مثل دعاوى الموظفين أو دعاوى الطلبة. لا يجوز للموظف ولا للطالب أن يقاضي دائرته أو يقاضي أستاذه أو مرجعه الدراسي أمام المحاكم الوطنية، لأن القانون حدد جهات معينة للطعن في هذه المسألة. فإذا تجاوزنا الاختصاص الدولي وقلنا أن العلاقة وطنية بحتة، نذهب إلى الاختصاصات الثلاثة في القواعد، في قواعد الاختصاص القضائي الداخلي، اللي أولها السيادي. هل أن هذه العلاقة تمس سيادة الدولة، تتعلق بالدولة كسلطة حكم وليس جهة إدارية، أو هل تتعلق بالممثلين الدبلوماسيين، أو تتعلق بالمنع القانوني للمحاكم من سماع دعاوى معينة؟ فإن لم تتعلق بأحد هذه الثلاث قيود، ننتقل إلى الاختصاصين التالي، يعني يسمح للقضاء الوطني أن ينظر هذه الدعوة. فننتقل إلى الاختصاص النوعي أو القيمي أو القيمي، ونقول بأن المحكمة المختصة نوعيا بنوع الدعوة وقيمتها هي محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية أو محكمة العمل. في حين أن الاختصاص الرابع الأخير هو الاختصاص المكاني، بمعنى لما حددنا أن هذه العلاقة علاقة أسرية بحتة تنظرها محكمة الأحوال الشخصية، نذهب أي محاكم الأحوال الشخصية في البلد تنظرها. لماذا؟ لأن القانون ينص على تشكيل محكمة بداء ومحكمة أحوال شخصية في مركز كل مدينة، كل محافظة، وفي مركز كل قضاء. ويجوز في المحاكم في مراكز النواحي أن نستحدث بقرار من وزير العدل، نستحدث محكمة بداء. والقانون ينص في جانب آخر أو في موضع آخر على أنه يجب أن تشكل محكمة أحوال شخصية في كل مكان فيه محكمة بداء. يعني صار عندنا محكمتين درجة أولى مدنية في كل مكان قضاء وناحية بأمر من وزير العدل، ومن باب أولى في مركز كل محافظة. طيب، وصلنا، خلصنا هذه الأربع الاختصاصات الأربعة، عرفناها دولي، سيادي، نوعي أو قيمي، ومكاني. هذه التفاصيل ندخل بالنسبة للاختصاص القضائي النوعي إلى المحاكم المدنية الأربعة اللي هي محاكم الدرجة الأولى. قلنا حضراتكم تعرفون أن المحاكم الخمسة للدرجة الأولى، ليست أربعة، خمسة، قلنا خامسها محكمة التحقيق. أحسنتم، هذه محكمة التحقيق لأنها تخضع للقوانين العقابية، فنخرجها من إطار القضاء المدني، لا نتكلم عنها فقط. وإلا فإن المحاكم الدرجة الأولى في التشريع العراقي هي خمسة محاكم الدرجة الأولى، أول درجة، أبسط المحاكم، بداية التقاضي، البداءة، وتختص بالنظر في العلاقات المالية، الأحوال الشخصية، وتختص بالنظر بالعلاقات الأسرية لجانب معين من المواطنين، والمواد الشخصية التي أيضا تختص بالعلاقات الأسرية لكن لجانب آخر من المواطنين، تعرفونه حضراتكم، وأخيرا محكمة العمل التي تختص بعلاقات العمل بين العمال وأرباب أعمالهم. الخامسة قلنا نستبعدها اللي هي محكمة التحقيق لأنها محكمة جزاء، لا ندخل في الخوض بمضمونها.
وصلنا اليوم إلى الاختصاص النوعي للمحكمة الثانية من محاكم الدرجة الأولى المدنية. من البداية وأخذنا اختصاص النوعي، اليوم أمام الاختصاص النوعي لمحاكم الأحوال الشخصية. أخواني، قبل أن نعرف تفاصيل الاختصاص النوعي لمحكمة الأحوال الشخصية، يجب أن نميز بين محكمتي الأحوال الشخصية والمواد الشخصية، لأن المحكمتين ذواتي اختصاص واحد نوعيا، لكن الفرق بينهما أن الأحوال، محكمة الأحوال الشخصية تنظر دعاوى طائفة معينة من المواطنين من الناس، في حين تنظر محكمة المواد الشخصية دعاوى طائفة أخرى من المواطنين أو الأجانب. محكمة الأحوال الشخصية تنظر دعاوى الأسرة، العلاقات الأسرية من زواج وطلاق وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وفسخ، هذه أولا. هذه الاختصاصات أخواني الكرام تنظرها محكمة الأحوال الشخصية عفوا، والمواد الشخصية تنظرها المحكمتين، الأحوال الشخصية والمواد الشخصية. لكن وين الاختلاف؟ الاختلاف أن محكمة الأحوال الشخصية، وهذه النقطة تحتاج إلى انتباه شديد للتمييز بينهما، محكمة الأحوال الشخصية تنظر دعاوى أو النزاعات الأسرية المتعلقة بهذه المواد التي سنتلوها بعد قليل على حضراتكم، الدعاوى الأسرية للعراقيين أخواني الكرام، للعراقيين المسلمين حصرا، وغير العراقيين من المسلمين أيضا الذين يطبق على أحوالهم الشخصية، على علاقاتهم الأسرية في بلدانهم أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الحنيفة الغراء. واضح؟ أعيد، تختص محكمتي الأحوال الشخصية والمواد الشخصية بنظر العلاقات الأسرية في مواد سنتلوها على حضراتكم بعد قليل وما يظهر أمامكم في الشاشة. لكن الاختلاف والفرق الرئيسي الجوهري بين محكمتي الأحوال الشخصية والمواد الشخصية أن محكمة الأحوال الشخصية تنظر العلاقات الأسرية كما تنظر طبعا محكمة المواد، لكن لمن؟ الإشكال بالخصوم، الإشكال بأشخاص الخصوم وجنسياتهم. محكمة الأحوال الشخصية تنظر العلاقات الأسرية بفقراتها المختلفة للعراقيين المسلمين والأجانب أيضا المسلمين، شرط أن يطبق عليهم في بلدانهم، لو تقاضوا في مسائل الأحوال الشخصية يطبق عليهم الأحوال أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مثل دول الخليج العربي كلها على الإطلاق بأجمعها تطبق عليهم، مثل المسلمين العراقيين يطبق على أحوالهم الشخصية أحكام الشريعة الإسلامية، أحكام الفقه الإسلامي بمذاهبه الخمسة، أو المصريين تماما يطبق عليهم على أحوالهم الشخصية أحكام الفقه الإسلامي. إذن أصبح الفرق بين محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية أن المحكمة الأولى كما قلنا للمسلمين عراقيين وغير عراقيين، شرط أن يطبق عليهم قانون أو أحكام الشريعة الإسلامية في دولهم عندما يتقاضون في أمور تتعلق بأحوالهم الشخصية. أما محكمة المواد الشخصية تطبق على غير المسلمين، عراقيين كانوا أم غير عراقيين، إذن مسلمين وغير مسلمين، هذا الضابط. لكن يضاف إلى محكمة المواد، إلى اختصاص محكمة المواد الشخصية، النزاعات إخواني التي تنشأ بين الأجانب المسلمين الذين لا يطبق عليهم في دولهم أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، نعم يخضعون لمحكمة الأحوال الشخصية، يطبق عليهم قانون مدني، تطبق عليهم أحكام مدنية مثل الأتراك. أحسنتم. فإذا أصبح الفرق الجوهري هو الدين بالنسبة للاختصاص لمحكمتي الأحوال الشخصية والمواد الشخصية، هو ضابط الدين، وهو ضابط من ضوابط أو معيار من معايير تحديد الاختصاص، فنأخذه في قانون عفوا في القانون الدولي الخاص. معيار الدين في العلاقات الأسرية يتحكم في الخضوع، أما نتقاضى أمام محكمة الأحوال الشخصية أو نتقاضى أمام محكمة المواد الشخصية، إذا كنا مسلمين عراقيين أو أجانب يطبق في دولنا أحكام الشريعة الإسلامية، نخضع إلى محكمة الأحوال الشخصية. أحسنتم. في حين إذا كنا غير مسلمين عراقيين أو غير عراقيين،
فصار عندنا ضابط الجنسية، تخلف ضابط الجنسية في تحديد الاختصاص النوعي لمحكمتي الأحوال الشخصية والمواد الشخصية، تخلف إلى المرتبة الثانية، وسبقه ضابط أول هو ضابط الجنسية. واضح شباب؟ الاختصاص النوعي لمحكمتي الأحوال الشخصية والمواد الشخصية واحد تماما، لكن الفرق في الخضوع لمحكمة الأحوال أو لمحكمة المواد. الحجر، الحجر ورفعه وإثبات الرشد، ويقصد بالحجر الذي يكون لعاهة في العقل، وليس الحجر على المدين المفلس، لأن الحجر إخواني على المدين المفلس من صلاحية أو من الاختصاص النوعي لمحكمة أحسنت. الحجر لعاهة عقلية، يعني الأمور إخواني التي تتعلق بالأهلية لعارض طبيعي أو لصغر السن، وليس الأهلية المتعلقة، عفوا، ليس فقدان الأهلية الناجمة عن التعامل المالي مثل إفلاس البدين. إفلاس البدين نتقاضى يخضع الاختصاص النوعي لمحكمة البدائل. عندنا إثبات الوفاة وتحرير التركات شرط أن يطلب ذلك وارث، وأن لا يوجد بين الورثة قاصر، ثم تعيين الحصص الإرثية في القسامات الشرعية وإصدار حجج التخارج. والحقيقة كل مصطلح يعني بحاجة إلى أن يعني يدقق ويشرح، لكن اختصارا لوقت المحاضرة نقول أن إثبات الوفاة في الأمور المعتادة يتم عن طريق المشفى المختص الذي حدثت الوفاة في مكان اختصاصها. فإن أخذت جثث الموتى إلى مستشفى الرمادي أو إلى العام أو إلى مستشفى أبي غريب العام أو إلى مستشفى اليرموك العام أو إلى مستشفى مدينة بغداد الطبية العام، تصبح إحدى هذه المستشفيات التي حدثت الوفاة فيها أو جرى الكشف على الجثة وتشريحها من قبل الأطباء المختصين في تلك المستشفى، تصبح هذه المستشفى هي المختصة باستخراج ما يعرف بشهادة الوفاة. إخواني، هذه شهادة الوفاة مقيدة بمدة لا تزيد على 30 يوم نستخرجها من المستشفى، وأحيانا عندنا وفيات تحصل وكثيرا خارج المستشفيات لأمور طبيعية، شخص طاعن بالسن وتوفى، حوادث وبعيدة في الطرق العامة بعيدة عن المستشفيات، هؤلاء لا يستطيعون استخراج شهادة الوفاة أو يراجعون المستشفيات مثلا أو تحدث الوفاة بعد 30 يوم، فتمتنع المستشفيات عن استخراج شهادة الوفاة. نذهب إلى ما يسمى بحجة الوفاة، وهو المقصود بالفقرة الثانية من فقرات الاختصاص النوعي، يعني نثبت الوفاة بحجة لها قوة القرار القضائي صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية أو ربما عن محكمة الأحوال الشخصية إذا كان الشخص المتوفى من أحد غير العراقيين، غير المسلمين، عفوا العراقيين غير المسلمين، أو غير العراقيين أو مسلم غير عراقي ولا يطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية. تحرير التركة إخواني، التحرير ليس بمعنى إعطاء الحرية، التحرير بمعنى الكتابة، التقييد. أحرر تركة المتوفى، أضبط بكتابة تحريرية أمام جهة رسمية اسمها محكمة الأحوال أو المواد الشخصية أملاك هذا المتوفى، حفاظا على حقوق ورثته، حماية لماله، حماية للقاصرين الذين هم في رعايته لئلا تغمط حقوقهم من غير القاصرين أو من بقية الأقارب. لكن تحرير التركات إخواني، كتابتها، حصرها في قرار أمام محكمة الأحوال الشخصية يشترط فيه أن يطلب، لأن القضاء المدني كله إخواني قضاء مطلوب وليس ذات التحرر. حضرتك تحتاج من القضاء قرار تطلبه بعريضة أو بطلب، أما أن يتحرك القضاء المدني فهذا ليس عمله، لأنها علاقات خاصة تخضع لمصالح الأفراد، فكل يبحث عن مصلحته أمام القضاء. واضح إخواني الكرام؟ قلنا الشرط الأول أن يطلب الورثة ذلك أو أحد الورثة أو مجموع الورثة يطلبون، المهم أن يحصل بطلب أمام القضاء، وأن لا يوجد بين الورثة قاصر، لأنه إذا دخل قاصر بين الورثة، والقاصر كما تعلمون حضراتكم أحد شخصين، أما قاصر لصغر سنه وهو من لم يتم 18 من عمره، أو قاصر لبلوغه تمام 18 ولكن عارض من عوارض مشوبة أهليته بعارض من عوارض الأهلية التي تعرفونها. فضلا عن هذا الشرط، إذن أن يطلب الورثة تحرير التركة وحصرها، وأن لا يوجد بين الورثة قاصر، لأنه إذا حصل وأن كان أحد الورثة قاصر أدخلت مديرية رعاية القاصرين جبرا
على الورثة لحماية مصالح القاصر وإجراءاتها دقيقة ومطولة، لا تعطي قرارا يخص مال القاصر أو حقوقه إلا بعد التثبت والتأكد. وهذه واحدة من الإيجابيات الكبرى للتشريع العراقي فيما يتعلق بمسائل الفقه الأسرة والأحوال الشخصية. كذلك تختص بتعيين الحصص الإرثية في القسامات الشرعية وإصدار حجج التخارج. القسام الشرعي كما تعلمون إخواني، من قلنا نحرر تركة أو نثبت الوفاء أولا من اختصاص الأحوال الشخصية، نحرر التركة، نحصر التركة لهذا المتوفى من اختصاص الأحوال الشخصية. من ضمنها أيضا تعيين الحصص الإرثية في القسامات الشرعية. القسامات نوعان، قسامات شرعية وقسامات مدنية أو نظامية نسميها. القسامات الشرعية إخواني التي تخضع للأنصبة الشرعية المحددة في فقه الشريعة الإسلامية الغراء، ويحكمها ضابط للذكر مثل حظ الأنثيين، في حين أن القسامات النظامية طبعا تخضع للأملاك الصرفة إخواني، للملك الصرف أعمل له قسام شرعي، أما لغير الملك الصرف عندي حقوق تصرفية، والمالك الدولة الأراضي الأميرية المملوكة للإمارة للدولة يصدر بها قسام نظامي يعني قانوني مو قسام شرعي. هذا القسام النظامي لأنه ليس ملكا صرفا وبالتالي نخضع للشريعة، يخضع لأن الدولة تتعامل معنا مع الذكر كتعاملها مع المرأة سواء بسواء، ولذلك بالقسام النظامي يخضع لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثى وليس للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في العلاقات الشرعية أو القسامات الشرعية. هذا القسام، من الذي يقول أن للزوجة ثم للتركة لوجود فرع وارث لها؟ أو من الذي يقول أن لها ربع التركة لعدم وجود فرع وارث لها؟ من الذي يقول؟ القسام الشرعي الذي يصدر عن خبير، نعم، ويوقع من قبل القاضي المختص، سميه القسام الشرعي. بعد إصدار القسام الشرعي عندنا معاملة تتعلق إخواني، طبعا الحقيقة يعني النص مصاغ صياغة قانونية رائعة جدا، لأن إثبات الوفاة يسبق تحرير التركة أو تحرير التركة تسبق إثبات الوفاة، ثم يليها أنه تدخل القاصر، تدخل رعاية القاصرين بالنسبة للورثة، ثم يليها تعيين الحصص الإرثية في القسامات الشرعية، ثم إصدار حجج التخارج. التخارج ماذا نعني به؟ البيوع التي تتم بين الورثة حصرا فيما يتعلق بحقوق ناجمة عن قسامات شرعية. أعيد، بيوع يعني الآن ثبتنا أن للزوجة فرع وارث أو فروع وارثة فأصبح لها ثمن التركة، ولدى المتوفى أم لها سدس التركة لأن لديه زوجة وأولاد، ولديه أربع بنين وأربع بنات، فنعطي الأربع بنين حصتين لكل ولد ذكر ونعطي حصة واحدة للبنتين بعد أن نستخرج ثمن الأم والسدس. إن الذي يقول هذه الاعتبارات ويحددها في ضوء الفقه الإسلامي هو القسام الشرعي. يحق لأم المتوفى أو زوجه أو أحد من الذكور أو الإناث إن كانوا بالغين سن الرشد أن يشتري حصص البقى، يعني يتبايعون الحصص فيما حق يصح. كيف تتم هذه العملية؟ القانون لرقيه ولوجود علاقات قربة وتسهيلا في الإجراءات على المحاكم يعطي الحق مباشرة بعد استخراج القسام أن يتبايع الورثة فيما بينهم بموجب حجة تسمى حجة التخارج، يعني بيع. أحد الأجانب غير هؤلاء المذكورين في القسام لو أراد أن يشتري حصة يجب عليه بموجب القانون أن يسير بإجراءات معاملة بيع أمام التسجيل العقاري ويذهب إلى الضريبة ويذهب إلى الإجراءات التي تعرفونها حضراتكم، ويدفع رسم البائع، يدفع رسم أمام الدائرة المختصة رسم البيع، ضريبة البيع، والمشتري يدفع رسم الشراء أمام مدير التسجيل العقاري، إجراءات طويلة عريضة. القانون ييسر على الورثة مثل البيع الأول التمهيدي قبل أن ينقلوه في دائرة التسجيل العقاري بمعاملات أخرى تيسيرا لحل أو لتصفية التركات. ثالثا عندنا المفقود وما يتعلق به، وتعلمون حضراتكم أن المفقود هو الذي غاب غيبة منقطعة ولا يعلم حياته من مماته، أو حسب تعبير الفقه الحنفي يقول لا يعلم أحي هو أم ميت، غاب وانقطع.
في حين أن الغائب تخارج محدد فترة محددة. أحسنت. السؤال هل أن التخارج محدد بفترة محددة أم أنه مفتوح؟ ليس للتخارج مدة يجب أن يتم خلالها، لكن من الناحية العملية التخارج قلنا بيع بين الورثة. لما خرج الملك من الورثة، يعني أحيانا وارث يبيع خارج يعني خارج القسامات الشرعية، يبيع للأجانب عن طريق دائرة تسجيل عقاري، لم يبقى محل من الناحية العملية للتخارج. شكرا جزيلا على السؤال اللطيف. قلنا المفقود وما يتعلق به، وعرفنا من هو المفقود الذي انقطعت أخباره وغادر بلده فانقطعت أخباره ولا يعلم حي هو أم ميت، الذي هو عكس الغائب، الغيبة الذي غادر البلد لكن أخباره لم تنقطع ونعرف حياته من مماته. أيضا عندنا أخوان الكرام المسائل الشرعية ذات الصفة المستعجل، المسائل إيش؟ الشرعية، كل الأمور الأسرية، لكن هنا المسائل الصفة المستعجلة في أحوال في الأحوال الشخصية غالبا ما تكون نفقة. أحيانا ممكن أن يعني أحد الشهود الذي نريد سماعه في دعوة تتعلق بالأحوال الشخصية طالب دراسات عليا خارج البلد مثلا، أو موظف في سفارة أو قنصلية تابعة للعراق خارج البلد ويريد أن يلتحق بوظيفته حتى لا نفقد قيمة شهادته، وفي نفس الوقت أو في ذات الوقت لا نؤثر على ارتباطه بدوامه أو بدراسته في الخارج، أو شخص لا سامح الله يعاني من مرض ويحتمل وفاته في أي لحظة وشهادته مهمة في مسألة شرعية تتعلق بالأحوال الشخصية، سمح لنا القانون أن نسمع شهادته بصفة مستعجلة. أمام من؟ أمام محكمة الأحوال الشخصية التي أتوقع أن أقيم الدعوة أمامها فيما بعد، بعد سفره أو بعد مدة معينة. فالمسائل المستعجلة أخواني لا تقتصر على النفقة، لكن النفقة الحقيقة أبرز أوجهها. من الاختصاصات الأخرى لمحكمة الأحوال الشخصية أو أيضا المواد الشخصية، لكن الخلاف أو الاختلاف في شخص الخاضع لها في هاتين المحكمتين، هو الدعاوى التابعة لرسم مقطوع. عندنا خامسا مسائل تبديل الدين من غير الإسلام إلى الإسلام أو اعتناق الإسلام من غير ذي دين. تعلمون حضراتكم مسائل تبديل الدين من غير الإسلام إلى الإسلام، ليش ما قلنا، لماذا لم يقل النص مسائل تبديل الدين من غير الإسلام إلى الإسلام أو من الإسلام إلى غير الإسلام؟ هو تبديل دين، ما حاجة تشخص، لا تبديل الدين بس من غير الإسلام تدخل بالإسلام. لماذا؟ نعم محمد، لأن التبديل الدين الإسلامي مخالف للنظام العام في العراق الذي يعد الدين الإسلامي الدين الرسمي للبلد، وبالتالي يعد الانحراف من دين الإسلام إلى دين آخر أو إلى اللادين ردة مخالفة للنظام العام. فالنص دقيق وواضح بأن تبديل الدين إخواني من غير الإسلام أو من اللادين إلى دين الإسلام الحنيف يخضع بحجة أمام قاضي الأحوال الشخصية حسبا وليس أمام المواد الشخصية، لأنه قلنا بس تختص بالمسلمين، هذه العلاقة تتعلق بالإسلام فلا تنظرها محكمة المواد أبدا، فقط الأحوال الشخصية يتقدم أمام القاضي المختص في المحكمة التي تقع في يقع سكنه أو محل إقامته الدائم ضمن اختصاصها المكاني، ويتقدم بطلب إلى إثبات كوني مسلما، وهذه يترتب عليها كما تعلمون حضراتكم بالجنسية وبأحواله الأسرية تتبدل بياناته من غير مسلم إلى مسلم حتى يخضع فيما بعد إلى المحاكم أو إلى القوانين التي تختص بالمسلمين. أو اعتناق إن الإسلام من غير ذي دين، هم من يريد يعتنق الإسلام يأتي أمام قاضي الأحوال الشخصية حصرا في المحكمة التي يقع في محلها في نطاقها المكاني محل إقامته الدائم. لدينا الآن أصدار حجة الإذن بالزواج بزوجة ثانية أو ثالث أو رابع. والحقيقة بما أننا في الشهر الرابع في نيسان 2017 وأن هنالك كلام كثير يدور على مسألة تعدد الزوجات ووجوب إعطاء أو تشريع قوانين تشجع المتزوجين على الزواج، يعني لننسب الفضل لأهله، أن قانون الأحوال الشخصية العراقي الصادر عام 1959 عدل يعني قبل في ثمانينيات القرن المنصرم، عدل تعديدا لطيفا جدا يواكب التطورات،
سمح المشرع بموجبه للعراقي المتزوج وليس الأعزب، الأعزب هذا حر يتزوج من يشاء أيا كانت المرأة ثيبا أم باكرا، سمح للمتزوج أن يتزوج من الثيب إخواني، سواء كانت ثيبا لوفاة زوجها أو لطلاقها بدون موافقة الزوجة الأولى. أعيد، القانون العراقي، قانون الأحوال الشخصية العراقي عدل في بدايات ثمانينيات القرن المنصرم، وسمح للعراقي المتزوج أن يتزوج بدون موافقة زوجته الأولى شرط أن تكون الزوجة الجديدة الثانية مطلقة أو أرملة. لماذا؟ لأن المشرع أراد أن يعالج حالة واقعية، أراد أن يتجاب المطلقة كما تعلمون أو الأرملة ليست يعني بنفس الرغبة التي ترغب للزواج، بنفس الرغبة التي ترغب بها الباكر، يعني الباكر فرصتها في الزواج أكثر من المطلقة أو الأرملة، فالمشرع أراد أن يعطيها فرصة ويكرمها وبالتالي يجعل نوع من التحصين في المجتمع، فسمح بالزواج من الأرملة أو المطلقة بدون موافقة الزوجة الأولى شرط أن تتأكد محكمة الأحوال الشخصية التي نحن بصدد دراسة اختصاصها النوعي من شرطين فقط، وهما المصلحة المشروعة من الزواج الثاني أن لا يكون عن بطر أو عن مجرد رغبة في نفس الشخص، لا، هنالك مصلحة مشروعة يقدرها القاضي بما له من سلطة تقديرية واسعة والمقدرة المالية على إعالة زوجتين أو أكثر. يعني المشرع أراد أن يعالج حالات المطلقات والأرامل، لكن شرط أن لا أخلق مشاكل كثيرة عن ناتجة عن الفقر، عن عدم القدرة على إعالة زوجتين، فإن توفرت هاتين المسألتين، هذين الشرطين الضابطين المعيارين وهما المصلحة المشروعة من الزواج الثاني والقدرة على إعالة الزوجتين حتى لا يعني أثقل أعباء المجتمع بالزواج الثاني، يعطى الزوج الموافقة ويعقد له القاضي عقد زواج شرعي، قاضي محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية فيه بالنسبة لمن يخضعون للمواد الشخصية، ويتزوج زواجا طبيعيا. الذي يريد أن يتزوج من البكر زوجة ثانية القانون قيده فضلا عن الشرطين اللي هم المصلحة والمقدرة المالية، قيده بموافقة الزوجة الأولى، لكن هذا التقييد ليس تقييدا صارما، وإنما ترك للقاضي المختص حرية السلطة التقديرية في البت بمسألة الزواج الثاني من الباكر لاحتمال أن الزوجة إخواني الكرام الأولى التي ترفض الزواج الثاني متعسفة في رفضها، فالقاضي الذي هو ولينا جميعا، ولي من لا ولي له أو ولي الأمر وصاحب السلطة التقديرية الأخيرة في الموضوع، له الحق في أن يقدر أن امتناع الزوجة الأولى لا عن مبرر شرعي أو اجتماعي، وإنما عن تعسف سمح له بعقد الزواج دون موافقتها. وأخيرا وليس آخرا، إصدار حجج الوفاة وحجج ولادة لمعلوم الأبوين أو مجهول النسب أو لمجهول أحد الأبوين. قلنا حجج الوفاة تكلمنا عنها وحجج الولادة قبل قليل، أن تصدر من الجهات من المستشفيات المختصة حصرا خلال 30 يوم، فإن حصل إخواني أن تأخر إصدار بيان الولادة بعد 30 يوم أو حصلت الولادة خارج المستشفى لا تصدر المستشفى بيانا بالولادة، لأن هذا محرر رسمي تعرفون حضراتكم يصدر من جهة رسمية، فإذا حصلت الولادة خارج المستشفيات المعنية لا يقبل من المواطن إلا أن يراجع محكمة الأحوال أو المواد الشخصية حسب لإصدار ما يسمى بحجة الولادة. واضح إخواني الكرام؟ وأخيرا دعاوى أجور المحاماة ومصاريف الدعوة التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية. الأجور يعني دين في ذمة الأصيل، أجور المحامي إخواني دين في ذمة الأصيل، وتعلمون حضراتكم أن الديون بصورة عامة هي من اختصاص محكمة، من اختصاص النوعي لمحكمة البدارة. أحسنتم. فكيف نعطي الاختصاص بأجور أو ديون لمحكمة أخرى غير البدارة؟ هذا استثناء من الأصل العام، لأن القانون يفترض أن المحكمة التي نظرت دعوى
الأصيل إخواني الكرام، دعوى الأصيل التي ترافع فيها الوكيل المحامي أو النائب، تعرف إجراءاتها، وربما تمت على يدي القاضي ذاته الذي ينظر دعوى الأجور المحاماة المصاريف والأتعاب، فيعرف يعني يكون أقدر من غيره من قضاة المحاكم، وأقدر حتى من قاضي البداء على تقدير قيمة الأجور والأتعاب، فأعطاه القانون سلطة صلاحية مكنة حق نظر الدعوة التي تتعلق بأجور محاماة دعاوى الأحوال الشخصية. بالمناسبة دعاوى الأجور أجور المحامين تنظر أمام كل محكمة نظرة الدعوة الأصلية، يعني حضرتك وكلت محاميا أو نظمت وكالة رسمية لمحام يترافع لك أمام محكمة العمل ولم تعطه الأجور، لا يقبل منه القانون أن يقيم الدعوة بالأتعاب والمصارف إلا أمام محكمة العمل. أحسنتم. وكذلك الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية أو البداءة، استثناء من هذا الأصل قال القانون لا، إلا يستثنى الترافع أمام التمييز والاستئناف وأيضا محكمة أخرى الحقيقة، يعني أعتقد محكمة لا محاكم العمل، حتى محكمة القضاء الإداري مشمولة، أعتقد حتى محكمة العمل يمكن أخطأت بالمثال السابق قبل قليل، التي تختص بنظر الأجور أصلا هي محكمة البداءة، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية أو المواد الشخصية تختص بنظر أجور وأتعاب المحاماة المحكمة التي أصدرت القرار، ويستثنى التمييز والاستئناف ومحاكم العمل من النظر بدعاوى الأجور. وين نرجع؟ إلى الأصل العام في محكمة البداءة. إذا أحد عنده سؤال قبل أن ننهي المحاضرة. شكرا على الاستماع والإنصات الراقي.